مساء الخير مشاهدينا الكرام، نتطرق دائما إلى المواضيع الحيوية في هذا الوطن وأهمها صحة المواطن وما يحيط به من بيئة ملوثة إشعاعيا في المجالات المختلفة الصحية والصناعية والزراعية، وهو ما نتطرق إليه اليوم في فقر الضيف وملف هو ملف مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا أو تحديدا في المنطقة الشرقية. هذه المؤسسة اللي تم الإعلان على افتتاحها في بنغازي لتعمل في كافة ربوع المنطقة الشرقية للكشف عن حالة التلوث التي تضر بالبيئة المحيطة بنا وتؤثر سلبا على صحة الإنسان. فكونوا معنا كيف ما تعودتم معنا مشاهدينا الكرام، أولى فقراتنا هي فقرة من البلديات. أولى فقراتنا اليوم من أخبار البلديات نبدأها من زليتن، حيث تستمر الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي بمتابعة من اللجنة المكلفة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية للقيام بالتفتيش على كل الأنشطة التجارية كالمخابز ومحل بيع اللحوم، كما قامت بالتفتيش على بعض المخابز وأماكن بيع اللحوم والمواد الغذائية بالبلدية برفقة جهاز الحرس البلدي بالمدينة. نزلت لبنغازي حيث قام طه الشين وهو شاب من أبناء جمعية أصدقاء المعاقين لديه حس وطني يبدع في الغناء، غنى أغنية أنا مواطن للفنان التونسي لطفي وشناق. لنتابع هذا العمل بصوت طه الشين الورفلي، وأكيد أحيي كل من قام بتدريبه والاهتمام به، ودائما من نهتم بهم يكونوا مبدعون في المستقبل، فتحية لكل من كان وراء طه. أنا حلمي بس كلمة إني أضل هدي وراء، لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن، لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، خذوا المناصب يا وطن وانت حبيبي وانت عزي ومحتاج راسي، يا وطن وانت حبيبي وانت عزي ومحتاج راسي. تمر اغلب المدن الليبيه كل مشاهدينا الكرام، أكيد ننتقل بكم الآن إلى فقرة تقرير ميداني ثم نتواصل معكم. هذا التقرير حول بعض الأنشطة التي تقام في مكاتب الخدمات التعليمية، وخاصة نحن نعلم بأن هذا الموسم هو موسم الأنشطة، وقسم النشاط المدرسي داخل مكاتب الخدمات التعليمية يقوم بمسابقات وأنشطة مختلفة. أقيمت اليومين الماضيين مسابقة المذيع الصغير على مستوى المكاتب التعليمية، كنا ضمن فريق التقييم لمكتب الخدمات التعليمية بمنطقة بنغازي المركز، ورصدنا لكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام. وأهلا وسهلا بكم في هذه المسابقة التي تقام اليوم الثلاثاء الموافق 22 من يناير للعام 19 بعد 2000. أن الاتحاد أساس النصر والنجاحات وتحقيق الأهداف. أنت كطالبة كيف أثرت فيك حالك كانت في السنين الأخيرة؟ أولا طبعا الحرب اللي صارت أثرت فينا جميعا مش أنا بس. فأيضا الطلبة المشاركين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى بنغازي ودعمهم معنويا، كما يعتبر نشاط تربويا خارج جدول المدرسة والغرض منه إتاحة الفرصة لكل طالب. عندنا اليوم فقرتين حتقدمهم لنا المتألقة نور العميد. الخبر الثاني عن برشلونة اللي حقق الفوز على ريال مدريد 1-0. المباراة بين برشلونة وريال مدريد يا أرض الفرنسا والتصوير. طبعا كانت اليوم المسابقة في مسجد بلال بن رباح، شاركت فيها مجموعة من المدارس، مجموعة كبيرة، وبصراحة كانت منافسة حلوة بين الطلبة، وكان بصراحة يعني إلقاء عندهم فن إلقاء مش عادي، متوقعناش أن مجموعة الطلبة بالذات في السن هذا هم في السن الصغير أن يكون عندهم فن إلقاء. نشاط كان رائع،
نشاط كان فعلا هو المستهدف هو اللي نبغوه، والحمد لله كانت تجربة جميلة بفضل الأخوة الإعلاميين اللي شرفونا بدون ذكر أسماء، كانوا هم عمالقة فعلا بمعنى كلمة، كانوا تربويين، نشكرهم ونشكر استضافة المدرسة مدرسة بلال ابن رباح. بدينا في مسابقة المذيع الصغير، وهو كان اليوم نختم به مسابقتنا الفصل الأول والنهاية الفصل الأول في مسابقة المذيع الصغير اللي شارك فيه حوالي 12 مدرسة مؤسسات تعليمية مغازي مركز من الشق الأول والثاني والثانوي، والحمد لله المشاركة كانت كانت هي مسابقة المذيع الصغير لاستنباط أو لكسب مواهب جديدة لإعلامنا الليبي القادم إن شاء الله وبقوة، لأن الإعلام كما تعرفوا أنه هو السلاح الجديد اللي تستعمل فيه دول كثيرة. إن شاء الله كانت المشاركة كبيرة من مدارس بنغازي المركز، وكانت الأجواء رائعة بحضور لجنة التحكيم المتكونة من إعلاميين بارزين وناجحين، ونتمنى إن شاء الله التوفيق أبنائنا طلبة جميعا. هي الشرف نكون في اللجنة لثاني مرة مع الأستاذة فتحية كردوغة والإعلامي أحمد المدني، وتحية لكل القائمين على هذا النشاط، وهو نشاط كبير على مستوى مدينة بنغازي مذيع الصغير، وتحية لمكتب النشاط بنغازي وقطاع التعليم بصفة عامة اللي هم يدعموا في الطلبة ويثروا ويستخرجوا مواهبهم داخل المدارس. صراحة كانت التجربة ممتازة، وهي مبادرة كانت ممتازة جدا أصلا يعني من مكتب النشاط بوزارة التعليم بنغازي، ويعني هذا المجال أو هذه المسابقات حتخلق النجيل بإذن الله واعد في كافة المجالات الأدبية والثقافية اللي هي يشملها مجال الإعلام. كنا بحاجة صراحة لهذه التجربة فيما مضى في من عشرات السنين، لكن الحمد لله اليوم بدأ في وعي وإدراك بأهمية الإعلام والرسالة الإعلامية والثقافية، فكانت المسابقة هي بادرة ممتازة لتشجيع وفرز وتمييز إعطاء نوع من الميزة للمواهب الناجحة في مجالاتها، سواء كان المجال الإخباري، تقديم الإخباري، التلفزيوني الحواري، وتعليق الرياضي، وغيرها من المجالات الثقافية، فن الإلقاء وغيرها. فكل التوفيق لكل اللجان. وفي آخر أخبارنا، تمر أغلب المدن الليبية بمنخفض جوي تسبب في هطول الأمطار بغزارة على أغلب المدن والمناطق، مما تسبب في ربكة بسبب تهالك البيئة التحتية لأغلب المدن وخاصة بنغازي، حيث يستعد أبنائنا الطلاب لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مما صعب عليهم الوصول لمدارسهم في الوقت المحدد، مما أثر سلبا ويؤثر سلبا على التحصيل الدراسي لهم بسبب قفل أغلب الشوارع والطرق الرئيسية، حيث عم الاستياء والغضب والتذمر أغلب سكان المدينة والمسؤولون لا يدرون. انتهت أخبارنا مشاهدينا الكرام، أنتقل بكم إلى فقرتنا الرئيسية، فقرة ضيف وملف. يتساءل الكثير لماذا تنتشر الأورام والأمراض بمختلف أنواعها في الآونة الأخيرة في البلاد، هنالك من يحللون ويقولون بسبب الحرب وسبب التلوث في كل ما هو حولنا من مأكل ومشرب وهواء وماء، هل كل ما يقال علمي ومنطقي أم هو اجتهاد؟ ليس إلا، ألسنا بحاجة إلى لمن يدرس ويجري الأبحاث والاختبارات لنتبين ذلك ونعرف الأسباب والعلاجات المختلفة والمفيدة؟ هذا ما سنعرفه من خلال استضافتي للدكتور سالم عمر سعيد، وهو تخصص فيزياء طبية، وهو أيضا رئيس مؤسسة الطاقة الذرية في المنطقة الشرقية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة. مرحبا بك دكتور معنا اليوم. مرحبتين بكم وشرف بحضوركم، ونشكركم على الاستضافة لتوضيح بعض النقاط أو بعض المجالات اللي تختص بها
مؤسسة الطاقة الذرية سواء كانت في الحكومة الليبية المؤقتة والتي أعتبر نفسي على رأسها أو في الحكومة في منطقة طرابلس أو في مدينة طرابلس. لذلك لهذه المؤسسة أو لما لهذه المؤسسة من دور هام جدا في الأوقات الحرجة أو الأوقات الحالية العصيبة التي تمر بها بلادنا من تلوث بيئي إشعاعي أو بكتيري أو ما شابه ذلك. نعم دكتور، يعني يتبادر دائما إلى الأذهان عندما نتحدث عن مؤسسة الطاقة الذرية بأنها سلاح وقنابل نووية وقنابل ذرية والكثير من الإشعاعات المعروفة أو التي تأتي دائما من الحرب والأسلحة وغيرها من الأمور. اليوم مؤسسة الطاقة الذرية لو تعرفنا عليها، اللي هي تختص بهذا المجال الحيوي فقط والكشف عن الإشعاعات المختلفة للأسلحة النووية والأسلحة بمختلف أنواعها، أيضا هل فعلا تلوث ليبيا بسبب الحرب التي حدثت منذ 2011 إلى اليوم بالكثير من الإشاعات المختلفة بأنواعها؟ في البداية مؤسسة الطاقة الذرية يعتبر التلوث الإشعاعي الناتج عن أسلحة الدمار الشامل يعتبر نسبة أو جزء بسيط جدا من مهام أو اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية، واللي أنشئت على أساسها بناء على قانون 54 لسنة 1973 أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية في ليبيا، وتم العمل وفق هذا القانون على أنها مؤسسة طاقة ذرية شاملة في شتى المجالات سواء المجال العسكري أو المجال المدني. ولكن في بداية الألفية 21 تم تسليمنا لكافة أنشطة أسلحة الدمار الشامل، وأصبحت ليبيا موقعة على اتفاقية نزع السلاح أسلحة الدمار، وأصبحت ليبيا خالية أو من الدول محسوبة من الدول اللي خالية من أسلحة الدمار الشامل. ولكن هذا لا يعني أن مؤسسة الطاقة الذرية قد انتهى دورها في بتوقيعها على هذا البروتوكول أو هذه الاتفاقية، لأن مؤسسة الطاقة الذرية السلاح النووي يعتبر جزء بسيط جدا من اختصاصها أو من مهامها. فمؤسسة الطاقة الذرية من أكبر اختصاصاتها اليوم عالميا على مستوى العالم هو الجانب الصحي، ثانيا الجانب العسكري، ثالثا الجانب البيئي، رابعا الجانب الزراعي والصناعي. وفي كل هذه الجوانب نستطيع أن نتعامل معها على شقين، إما بعملية الكشف أو بعملية الإنتاج. فمن حيث البيئة علينا أن نكشف أو نعمل مسح إشعاعي للبيئة عامة عن التلوث الإشعاعي اللي هو خاص بمؤسسة الطاقة الذرية فقط، أو بالتعاون مع الجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للبيئة وغيرها من التلوثات الأخرى، التلوثات الجرثومية والتلوثات الغازات السامة أو غيرها. في مجال الصحة علينا أن نتعاون، وحنبذل قصارى جهدنا في مؤسسة الطاقة الذرية في الحكومة الليبية المؤقتة أننا نفتتح قسم للطب النووي في مركز بنغازي الطبي اللي هو 1200، ومركز الأورام ببنغازي اللي هو مستشفى مركز الهواري سابقا أو مستشفى الهواري سابقا للإشعاع. نعم قبل أن نتطرق في هذه المواضيع تحديدا دكتور، خلينا يعني نحكم من البداية. إذا كان احنا قلنا من 63 هنالك مؤسسة للطاقة الذرية في ليبيا، يعني اليوم ما الحاجة، نحن نعرف أن الفرع الرئيسي في طرابلس، ما الحاجة اليوم أو الدعوة لإنشاء يعني فرع آخر أو مؤسسة كبرى للطاقة الذرية في المنطقة الشرقية؟ ما الحاجة التي دعتكم لأن تستوطنوا هنا في المنطقة الشرقية؟ الحاجة اللي دعتنا بوجود حكومة مؤقتة محترف بها
من الشعب الليبي هنا وتابعة للبرلمان أو محترف بها من البرلمان الليبي. الأمر اللي الظروف السياسية والظروف الأمنية اللي الآن تمر بها بلادنا بصفة عامة فأصبح يتعذر على المؤسسة الطاقة الذرية بالمنطقة الغربية أنها تقوم بهذا المسح اللي سوف نقوم به الآن في المنطقة الشرقية عامة. نعم. وسنبتدئ بمدينة بنغازي في القريب العاجل إن شاء الله في شهر فبراير. سوف الآن نشتغل على تجهيز مقر المؤسسة في منطقة بنغازي، وبدأنا العمل على تجهيز معامل للتحليل الإشعاعي سواء للأغذية أو للبيئة أو للسواحل، لأن أيضا مياه البحر والثروة البحرية هذه أيضا علينا من دراسة أوضاع المياه على الشواطئ الليبية بصفة عامة سواء من تلوث الإشعاعي نتيجة لمخلفات الحرب أو للتلوث الإشعاعي نتيجة لكل ما هو ضار بالبيئة أو بالثروة السمكية أو ما إلى ذلك. أيضا حيكون في خلال الشهر القادم حنبتدي بأول بكرة أعمالنا داخل منطقة بنغازي، ونتمنى أننا نستمر في هذا البحث حتى نستطيع المسح للمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية بصفة عامة إن شاء الله. نعم. أيضا لو تحدثنا على الجوانب السلمية لاستخدام الطاقة الذرية اللي نحن نسعى له اليوم ونتمنى أنه فعلا يكون متوطن في المنطقة الشرقية وفي بنغازي وفي ليبيا بالكامل. الجوانب السلمية للطاقة الذرية اللي هذه هي النقطة المهمة اللي ثقافتنا أو ثقافة الشعب بالنسبة لنا نحن هنا ضحلة جدا في هذا المجال، ومن جداً. يستمع من يستمع عن مؤسسة الطاقة الذرية فهو يتوقع أنها كلها تعنى بالسلاح النووي أو ما إلى ذلك أو بالأسلحة، ولكن لا، الطاقة الذرية الآن أصبحت الرائدة في مجال التكنولوجيا. الطاقة الذرية الآن أصبحت هي الرائدة في إنتاج الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء العالم. الطاقة الذرية الآن أصبحت هي الرائدة في علاج السرطانات عن طريق أقسام الطب النووي في أنواع الآن من وقانا وإياكم من الكانسر. السرطانات أصبحت العلاج في جميع أنحاء العالم عن طريق أقسام الطب النووي. فرضا الكانسر أو سرطانات البروستات الآن العلاج النووي أصبح نسبة نجاحها 100%. الغدد أيضا متطورين فيها، الغدة الدرقية، سرطانات الغدة الدرقية علاجها بطريقة نووية وفي أقسام الطب النووي في جميع أنحاء العالم الآن التعامل معها بهذا في هذه الأقسام، بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطانات. فيه أنواع من السرطانات لا يتم كشفها إلا عن طريق أجهزة راديوثيرابي أو أجهزة تصوير إشعاعي خاصة بالطب النووي مثل الجاما كاميرا، وهذه الأخصائيين اللي يشتغلوا عليها ضروري يكونوا أصلا خريجين طب نووي. الآن نسعى إلى افتتاح مركز أو قسم في مستشفى 1200 يختص مثل يختص هذه العلاجات، وأيضا بإنشاء قسم آخر حديث في مستشفى الهواري بإذن الله حتى نستطيع أن نغطي المنطقة الشرقية بصفة عامة. بما أننا نتحدث الآن عن الطب النووي دكتور، يعني هل هنالك علاقة بانتشار الأشعاعات النووية في كل الإشعاعات بمختلف أنواعها في البلاد بانتشار السرطانات والأورام الخبيثة عفانا وعافاكم الله؟ هو فيه تلوث بيئي، فيه تلوث إشعاعي، هذا ما لا شك فيه نتيجة للبيانات المبدئية اللي الآن موجودة عندنا أو الأبحاث المبدئية. لكن لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الإشعاعات آتية نتيجة للحرب أو مخلفات الحرب فقط، ولكن أيضا من التلوث البيئي. التلوث البيئي أيضا يرفع من نسبة الكانسرز السرطانات. التلوث الآن البيئي حتى في المواد الغذائية في الخضروات وما إلى ذلك في المحاصيل الزراعية من حيث
عدم الرقابة على المبيدات، عدم الرقابة على الأسمدة، عدم الرقابة أيضا على المواد الغذائية المستوردة من خارج ليبيا. كل هذه الأشياء نحن كحزمة واحدة الآن مع منا سوف تبدأ العمل اعتبارا من نهاية شهر فبراير في الكشف على كل المواد الغذائية المستوردة من خارج ليبيا واللي داخل المنطقة الشرقية. حتى للأمانة نحن لا نوجه الاتهام لأي تاجر لأنه متقصد أن يدخل بضائع مواد مضرة، مواد مضرة، لأن هالمواد اللي مضرة اللي لو إن دخلها حتضر أهله قبل لا تضر بقية الشعب، ففيه أخوته وأهله وغيره وغيره. ولكن بعض التجار لربما عدم درايتهم بكيفية الاستيراد، لأن في عدد كبير من التجار الجدد عبارة عن يستوردوا بضائع، فسوء النية قد يكون من المصدر وليس من المستورد من المصدر نتيجة لأن عدم الرقابة. ثاني حاجة اللي هي المعايير اللي موجودة في ليبيا أو المواصفات اللي احنا نستوردوا بها في المواد الغذائية هذه تختلف من دولة إلى أخرى، فالمواصفات اللي يجب أن تدخل ليبيا هي مش نفس المواصفات اللي يجب أن تكون في مصر أو مصنعة في أي مكان. كويس دكتور، نصنعه وفقا للمواصفات والمعايير اللي احنا أو القياسات اللي احنا موجودة عندنا داخل. كويس دكتور، يعني هنا يستوجب أن تكون لديكم معامل متخصصة في الأدوية وفي الأغذية وفي أيضا في بعض المواد الكيميائية الأخرى اللي تدخل البلاد عبر كل المنافذ. سنتحدث عن المنافذ، سنتحدث عن المعامل، لكن خلينا نشوف تقرير بسيط جدا. هذا التقرير فيه المهندس بغرارة تقريبا، المهندس خالد، يتحدث فيه عن بداية التجهيز لمؤسسة الطاقة الذرية أو مقر مؤسسة الطاقة الذرية اللي في بنغازي. نشاهد هذا التقرير أو هذا التقرير التعريفي ثم أتواصل مع الدكتور. كل مشاهدينا الكرام، المعمل اللي نحن فيه هذا معمل التحاليل الكيميائية، حيكون بداية الشغل من هنا في تحليلات تحليل مياه البحر والتلوث اللي سير في مياه البحر والنقاط اللي تصفين مياه الصرف الصحي مع مياه البحر، يعني حتكون بداية من هنا من المعمل هذا. زي ما شفنا نحن في معمل واحد آخر تحت الإنشاء والتجهيز، معمل التحاليل والقياسات الإشعاعية، حنبدأ بالمواد الغذائية، تحليل المواد الغذائية والقياسات الإشعاع في المواد الغذائية مستوردة من الخارج، حتكون في المعمل الكبير اللي شفناه توه، وما زال تحت التجهيزات، يعني الأجهزة ما زال ما جانش من برا، لكن التجهيزات مستمرة، يعني في غضون أسبوعين ثلاثة حتكون جاهز المعمل في طور الإنشاء. هذاك حتكون المواد الغذائية وتحليل نسب الإشعاع في المواد الغذائية في المستوردة من الخارج وكذا، والكشف عنها يكون من داخل مؤسسة الطاقة الذرية. المعمل هذا تحليل بتاع المياه التلوث اللي سير في مياه البحر والتربة، المناطق اللي سير فيها التلوث وكانت مسكرات فترة كبيرة، يعني هذا تشور التحاليل الكيميائية. تو حاليا في المياه على الشواطئ، يعني على الشواطئ مدينة من الشرق بالكامل، يعني خط الشرق بالكامل، منطقة شرقية بالكامل. والله هو يعني بخصوص المعمل بتاع التحاليل والقياسات الإشعاعية، يعني ممكن شهر بالكثير حيكون جاهز. التجهيزات بعض الأجهزة موجودة وبعض مازال ما جاتش من برا، يعني التجهيزات على مازال في طور التجهيزات. لكن المعمل هذا حنبدأ به، يعني حنبدأ أول حاجة حنبدأ بالمعمل هذا، ما فيش الأجهزة متواجدة، يعني حيبدأ فيها بالبداية، حتكون بالتحاليل مياه البحر والتلوث البيئي اللي سير في المنطقة البحرية. من التربة من الشواطئ ومن مياه البحر في نفس حتم أخذ عينات من مياه البحر والتربة المجاورة لها والشواطئ، يعني وتم تحليلها في المعمل هنا ونشوف نسبة التلوث فيها والبكتيريا متواجدة فيها وكذا.
شفنا هذا التقرير التعريفي البسيط عن المؤسسة وعن بدايتها في بنغازي، ما زال يعني حتى المعامل لم يتم تجهيزها إلى الآن. دكتور، تعاقدت مع شركات خاصة لتجهيز هذه المعامل، هذه المؤسسة ذمة مالية مستقلة، ماذا عنها؟ المؤسسة لها ذمة مالية مستقلة تحت رعاية ودعم الحكومة الليبية المؤقتة. الآن إن الأجهزة اللي تشتغل بها مؤسسة طاقة ذرية هي أجهزة حساسة، أجهزة ذات مواصفات خاصة. نحاول لتوطين مركز إشعاعي داخل منطقة بنغازي أن نتعاقد على أجهزة ذات جودة عالية ومتطورة حديثة تساعد على كشف كل التلوث اللي هو موجود، أيضا تساعد على الرفع من مستوى الأمان البيئي بالنسبة للمنطقة الشرقية، لأن المنطقة الشرقية يجب أن نكون صريحين ونكون واقعيين، يجب أن نركز عليها من جانب الأمان البيئي. ليش؟ لأنها منطقة سوف تكون في المستقبل ولها مستقبل واعد في الجانب السياحي، فلذلك يجب أن لم تكون هناك بيئة نظيفة آمنة من التلوث، فهذا حيكون أصلا نقطة خطر بالنسبة للسواح. فنحاول بقدر الإمكان أننا حنجهز مركز متخصص ذو جودة عالية إن شاء الله. نعم، أيضا تحدثت بدري عن المنافذ أنا وحكينا عليها، يعني هنالك الكثير من المواد المحظورة والمشعة والحاويات المشعة، فيها الكثير من المواد اللي ربما يعني تلوثت بنسب إشعاعية كبيرة جدا تدخل من المنافذ سواء البحر أو الجو أو عبر البر، فماذا عنها؟ يعني نحن نعرف أن في جهات المفروض أن هي تدخلها، كيف الجمارك، كيف مراقبة الأغذية أيضا دورها. أنا من حديثك نشوف في اختصاصها قريب من اختصاص مركز الأغذية، الرقابة على الأغذية والأدوية، فما دورهم؟ يعني اختصاصاتكم مختلفة أم في تداخل؟ الدور بالنسبة للكشف على الأغذية أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية هذا مركز منفصل ذو ذمة مالية مستقلة وذو اختصاصات، ولكن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية له مجالات محددة يكشف عليها. العينة لما تدخل لأجهزة مركز الرقابة للأغذية والأدوية يتعامل مع الغذاء والدواء من عدة عوامل مثل البكتيريا والسموم وما إلى ذلك، الصلاحية والجودة وكل المواصفات، ولكن من حيث التلوث الإشعاعي، التلوث في المواد السامة النووية هذا من اختصاص مؤسسة طاقة ذرية. أيضا مؤسسة الطاقة المركز الرقابة على الأغذية والأدوية هو مختص بالرقابة على الأغذية والأدوية فقط. ولكن مؤسسة الطاقة الذرية هي مختصة، معامل مؤسسة الطاقة الذرية مختصة بأي شيء يدخل داخل الحدود الليبية من الخارج، سواء مواد بناء، سواء مواد خام حديد غيره، أي كل هالمواد هذه، لأن هذه مستجلبة من دول خارجية، مستجلبة من محاجر، قد تكون هذه المحاجر اللي هي جايبين منها الاسمنت أو الرخام أو الحديد أو غيرها، قد تكون هذه المعامل لها نسبة إشعاع مرتفع، وهذا الإشعاع المشكلة الفارق بيننا وبين مركز الرقابة إن المواد اللي يكشف عليها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية هذه مواد ضررها لمدة محدودة، اللايف تايم للبكتيريا والواحد قصير جدا، ولكن للإشعاع إن كان في الإسمنت أو في الحديد فيصبح الحوش كله ملوث، أو كل المنازل اللي تبنى بهذه الواحد حتصبح ملوثة، والإشعاع حيصبح يبت لفترة طويلة داخل الأشياء هذه، داخل هالمنازل. فلذلك نحن حنقوم على مراكز البحث المنافذ، حيكون فيه مركز في منطقة مساعد، وحيكون فيه مركز في ميناء بنغازي، وحيكون فيه مركز مركز طاقة ذرية للمسوحات. هن هذين وحدات
كشف حيكون، وحيكون المركز المرجعي هو مركز بنغازي في حالة أن الوحدات تعذر عليهم قياس أي نوع من الإشعاع. علينا نحن في المركز المرجعي اللي هو حيتأسس في منطقة بنغازي أو في مدينة بنغازي، هو اللي يعطي القياسات الدقيقة، لأن المركز المرجعي هذا تحت إشراف ثلة من الفنيين ذوي الاختصاص العالي متميزين، وأيضا تحت رقابة من لجنة علمية مكونة من 6 أساتذة كلهم درجتهم تقريبا بروف في المجال الإشعاعي، في الطب النووي، في التلوث البحري، في من مركز الأورام. فلذلك هالستة أساتذة هذيهم هم يعتبروا من الخبرات اللي حتعمل بهم المؤسسة وهم الآن موجودين تحت في المؤسسة ضمن كادر المؤسسة، وهم اللي يضعوا في الخطة لبداية العمل داخل المعامل. كويس، احنا نعرف بأن في مواد مشعة وفي حاويات دخلت موجودة في الجنوب، أيضا أثر الحرب كيف ما قلنا من 2011 إلى الآن في كل أنحاء ليبيا لم تعمل المؤسسة حتى في طرابلس منفتحة على كشف أو على تنقيب أو على مسوحات بسيطة ل إلى غاية الآن كل الفروع أو المركز اللي هو موجود في طرابلس لديهم بعض النشاطات البسيطة، ولكن ليست النشاطات الدورية مثل السابق، ولكن في المنطقة الشرقية لم يتم الكشف نهائيا إلا لفترة وجيزة جدا، كانت مدة سنة أو 6 أشهر وبقية 8 سنوات. فيش إحصائيات، ما فيش بيانات أولية، قاعدة البيانات. هذه هي قاعدة البيانات للأسف الشديد، أنها قاعدة البيانات في ليبيا رديئة. الآن في العالم الآخر وصلوا إلى أن أي شخص في هذا المجال ويبي يشارك في ورشة عمل ندوة أو في مؤتمر أو في مؤتمر أو يحاول العمل في هذا المجال في دولة من الدول الخارجية، يطلبوا منا حاجة يسموا فيها الراديشن بانك متاعك، يعني عطيني القراءات اللي خذوه ليك خلال فترة عملك. نحن هنا ما عندناش، عندنا موظفين يشتغلوا داخل معامل، داخل مراكز إشعاع، داخل أقسام أشعة في المستشفيات، ما فيش حد يأخذ منهم في الواحد القراءة. المفروض كل 6 أشهر في قراءة للموظف هذا، هل الموظف يحمل أو لا؟ يحمل جرعة أكثر من الجرعة المعتادة أو اللازمة أو إن ما يحملش. إذا كان يحمل جرعة كبيرة زايدة هذه تسبب في خطر على سلامته، لذلك يجب أن يأخذ راحة ويأخذ كورس علاج بيش يخفف من الكلام هذا. نعم، لكن هذا مش موجود، هذا كلام هذا بس مش موجود نهائي. الآن حتعمل المؤسسة عليه. الآن درنا فريق عمل على أساس أن ننتظره في الراديومتري، هذه الأجهزة الدقيقة البسيطة اللي تقيس الكلام هذا، وإن شاء الله حنبدو في عمل لكل الفنيين اللي موجودين في المراكز في أقسام الأشعة في المستشفيات أو في الحقول النفطية بصفة عامة. وهذه مشكلة أخرى أيضا من مهام أو مهمة كبيرة من مهام مؤسسة طاقة ذرية، وهي قياس نسبة التلوث الإشعاعي في المناطق القريبة من حقول النفطية والحقول النفط نفسها. أصلا في حقول النفط، لأن هي حقول النفط تنتج في مواد مشعة، فلذلك هذه تسبب خطر على الفنيين وعلى الناس العاملين. ضروري أنهم يلبسوا أجهزة خاصة بامتصاص الأشعة، وإلا حيتعرض للخطر. فحنحاول حنبدأ المسح أيضا على الحقول النفطية إن شاء الله. هو دكتور، يعني في دائما الوقت يسرقنا، لكن الكثير من النقاط اللي حابين ننوه عليهم، في جهات مناضله الكم في العمل، هو الحرس البلدي، الجمارك، الصحه، البيئه، الهيئه العامه للبيئه ايضا لها دور تقريبا، يعني ما ذكرناه الان نفس اختصاصات الهيئه العامه للبيئه، كل البحث والمسوحات والكشف كل الجهات هذه ابدت استعدادها، وايضا
حتى هي تقدم في خدمة في هذا المجال، سواء الهيئة العامة للبيئة، سواء وزارة الصحة والحرس البلدي مشكورين الآن في تفتيشهم على المواد الإكسبايرد اللي هي صلاحيتها منتهية، وهذا الشيء اللي يقدروا يديروه، لأن غير ذلك مسألة معامل الكشف والواحد غير موجودة تحتهم. أيضا جمعت المجموعة الكشف عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أيضا بادلين بعض الجهود بالرغم من قلة إمكانياتهم، ولكن سوف نتعاون يعني جميعا، ستكون الجهود تضامنية بإذن الله حتى نحاول القضاء على هذا التلوث، هذا اللي أولا ومن أهم أسبابه هي مسألة القمامة وحرق القمامة، وهذه تعتبر من الكوارث البيئية الآن، إن مسألة القمامة اللي هي موجودة يجي المواطن ويحرق القمامة، هو مش عارف إن هالقمامة هذه متكونة من جميع المعادن، وهالمعادن هذه هالدخان اللي بيطلع يحمل أيضا عوادم السيارات دكتور، وأيضا الخضرة المنتشرة على الطرقات الرئيسية ومادة الرصاص المشعة المؤثرة عليها هذه بالنسبة كل هذه الأمور سنناقشها لأن هذه لها دور كبير ولها سلبيات كثيرة إن شاء الله. نعم شكرا لك دكتور، كنا أيضا سنتحاور في الكثير من الأمور، منها الأبار ومنها المزارعين والتربة والمحاصيل الزراعية، أيضا حفر الأبار العشوائية بالقرب من المناطق النفطية والتي تحتوي على مواد مشعة كثيرة جدا تضر بصحة الإنسان. أكيد ستكون لنا حلقة أخرى حول هذا الموضوع وحول ما يهم صحة المواطن وما الخطوات أيضا التي اتخذتها مؤسسة الطاقة الذرية في الأيام الجاية أو الأيام المقبلة بإذن الله، لنتحاور في الكثير من المواضيع. شكرا لك دكتور سالم عمر سعيد الفاخري. الحدث على هذه الاستضافة اللي حاولنا من خلالها أن نسلط الضوء ولو بشكل بسيط جدا. بشكل بسيط. ثاني حاجة نوجه شكري للحكومة الليبية المؤقتة على كل المجهودات والدعم اللي يقدموا فيه، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن المواطنين إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق في هذه البداية وهذه الانطلاقة لهذه المؤسسة في بنغازي بإذن الله، لتكون نتائجها فاعلة بإذن الله للتخلص من كل الإشعاعات النووية الموجودة في كل أنحاء البيئة المحيطة بنا. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة وإلى اللقاء.